وتتوالى الاخبار الطيبه والاخبار الجميله عن الكان، ويمكن كمان معانا مفاجاتنا الموجوده معانا النهارده، والخبر عن مغني اللي هيكون معانا في الافتتاحيه، حكيم يغني بكل اللغات في الكاف 2019 حصريا. معانا الخبر ده، زعامه مصر للقاره السمراء برئاسه الاتحاد الافريقي في دورته الحاليه جعلت لدى القياده السياسيه رغبه في لنقلها الى العالميه على كل المستويات، ونظرت لاستضافة مصر شعوب القارة خلال منافسات النسخة 32 من كأس الأمم الأفريقية الكان 2019. اتخذت مصر قرارا بأن يخرج هذا الحدث بشكل عالمي يجعل العالم ينتبه إلى إمكانيات مصر، وتم اختيار ثلاثي غنائي عالمي لتقديم أغنية الكاف 2019. حكيم الذي قدم كبرى الاحتفالات العالمية منها حفل توزيع جوائز نوبل، وغنى في أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبي بباريس، والذي يطلق عليه مسرح العظماء، وحاز على اللقب العالمي لشعبيته الكبيرة لدى شعوب القارات السبعة لتقديم دوتهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاتها الغنائية المستمرة في القارات. سيغني باللغة العربية والثنائي النيجيري فيمي كوتيا يغني باللغة الإنجليزية، وسبق له غنى في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وقد رشح لجائزة الجراما في 4 مرات، والثالثة من كوتيفوار المطربة العالمية دوبي الحائزة على جائزة جرامي سنة 2004، وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية. وتم اختيار الثلاثي لشهرتهم الواسعة، كما أنهم يمثلون المناطق واللهجات بالقارة السمراء. الأغنية بتحمل اسم متجمعين، إنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين التي تترأس مجلس إدارتها طبعا الأستاذ تامر مرسي. والمفاجأة أن الأغنية صورها المخرج المصري ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالية الجودة بالتأكيد. وستكون مفاجأة العالم عقب عرضها الأغنية، تأليف محي حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيلها الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، والمنتج الفني لها فايز عزيز.